سنبدأ من محافظة خان يونس. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل باستشهاد 3 نازحين وإصابة 2 في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر في محافظة خان يونس، وهذا يأتي في ظل استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة خان يونس وباقي محافظات قطاع غزة. أيضا كان هناك من ضمن الغارات على محافظة خان يونس هي استهداف مدرسة مصطفى حافظ والتي تؤوي نازحين في تلك المنطقة، وأصيب عدد من النازحين في المنطقة بجراح وتم نقل عدد منهم إلى المشافي. أيضا كما أخبرنا بهناك عدد من الشهداء على الأرض في محافظة خان يونس وعلى الطرقات والأرصفة جراء القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على النازحين والمارة في غربي محافظة خان يونس. أيضا الجيش الإسرائيلي ما زال يعزل مستشفى ناصر الطبي، يمنع دخول وخروج أي مريض أو أي جريح من وإلى المستشفى. أيضا يحاول الجيش الإسرائيلي عزل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الوضع قاسي وصعب جدا، هناك تحذيرات من وضع صحي كارثي في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من التحرك في محافظة خان يونس ومنع إدخال المرضى والجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي أو باقي المستشفيات في المحافظة، وهذا سيزيد من أعداد الشهداء التي وصلت خلال الساعات 24 الماضية إلى 50 شهيدا حتى الآن في محافظة رفح فقط. أيضا الفصائل الفلسطينية تبنت عدة استهدافات ضد قوات الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق محافظة خان يونس. أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث بأنه أقام نقطة طبية في منطقة مواصي خان يونس من أجل معالجة الجرحى قبل نقلهم إلى المشافي سواء في محافظة رفح. في محافظة رفح وصلتنا خلال الساعات الماضية أكثر من 15 شهيدا إلى محافظة خان يونس من منطقة مواصي خان وصلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة رفح قادمة من مواصي خان يونس غربي محافظة خان يونس لعدم تمكن المواطنين من انتشالهم والوصول بهم إلى مستشفى ناصر، فتم المجيء بهم إلى رفح وتم التعرف عليهم وتم مواراة جثامينهم الثرى في محافظة رفح. في محافظة رفح يعني قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعات الفجر الأولى منزل لعائلة أبو عذرة في شرقي محافظة رفح، وأسفرت هذه الغارة عن إصابة عدد من المواطنين وتم وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المحافظة، وأدخل العديد من هذه الإصابات إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياتهم. أيضا تزامن هذا مع استمرار للتحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح. أيضا في مدينة غزة أو في غربي محافظة غزة كان هناك قصف إسرائيلي استهدف عدد من الأهداف ولم يعرف ماهية هذه الأهداف التي تم قصفها. أيضا في جباليا تم استهداف عدد من المنازل في غارات جوية إسرائيلية ولم يتسنى لنا معرفة تفاصيل هذه الغارات، لكن وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 20 مجزرة راح ضحيتها أكثر من 195 شهيدا وإضافة إلى أكثر من 340 إصابة وصفت جراح العديد منهم ما بين المتوسطة إلى الخطيرة، وتم إدخال العديد منهم إلى غرف العمليات. إذن الوضع الميداني ما زال على حاله، وتصاعد في الغارات الإسرائيلية وفي القصف الإسرائيلي على جميع محافظات قطاع غزة.